إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في دار مقامته، في مستقر رحمته، مع حبيبه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مما تربى عليه الأبطال ومما ذكره أهل السير عن أخبار الرجال، أنهم كانوا يتربون على حفظ مقدسات المسلمين، وعلى وضع الأهداف والآمال أن لا يبقى مكان مقدس للمسلمين مأسور مهيمن عليه من قبل غير المسلمين إلا وقد حرر. فوقفت عائلة محمد الفاتح لتريه القسطنطينية وتسرد بين يدي ولدها حديث سيد البرية عندما قال صلى الله عليه وسلم أن خير الجيوش الجيش الذي يفتح القسطنطينية، وخير القادة قائد ذلك الجيش. كذلك تربى الأبطال على يد الآباء والأمهات عندما عاشوا في زمن ابتلى الله جل جلاله فيه الأمة الإسلامية بأن جعل بعض أعداء دين الله يضعون أيديهم على شيء من أراضيهم، لا سيما المقدسات. وذكر سير هؤلاء وعد صفاتهم وشمائلهم وأخلاقهم منهج قرآني، فقد قال الرب العلي جل جلاله في كتابه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. وكان الإمام الذهبي قد ذكر في مقدمة كتابه المعلوم والمعروف في علم التراجم، كتاب سير أعلام النبلاء، أن سفيان الثوري رحمه الله
كان كثير الجلوس في البيت، فسئل عن سبب ذلك: كيف ترضى وتحب أن تكون وحدك؟ قال: من قال لكم أني وحدي طالما أنا أعيش مع النبي وأصحاب النبي وأخبار السلف؟ فالذي يعيش مع أخبار الرجال يعيش مع حياتهم، يتذكر البطولات، يعرف قدره وترتفع عنده الهمة. وذكر الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر أن نزول الرحمات والسكينة تكون مع ذكر سير الصالحين والرجال. حتى لا أطيل في المقدمة، وبما أننا نعيش في هذا القرن المبارك الذي بعد الأشهر الأربعة التي عشناها بدأ الواحد منا يرى أن تحرير المسجد الأقصى بات قاب قوسين أو أدنى بإذن الله، تجدد عندنا الأمل وتجدد عندنا الشوق. كان الواحد منا يقول أنه إن لم أستطع أن أصلي أنا في المسجد الأقصى لعل الأولاد أو الأحفاد يصلون فيه. بعد هذه الأشهر الأربعة من الطوفان صار الواحد منا يقول: لا، لعلي أنا أكون ممن سيصلي بإذن الله جل جلاله قريبا في ساحات المسجد الأقصى. لذلك أيها الحبة في الله، حتى لا نتغنى فقط بالأمجاد، لابد لنا من وقفة مع صفات محرري المسجد الأقصى، وعلى رأسهم القائد البطل المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. حاولت أن أقف على كتاب جمع فيه السير، فوجدت أن أعظم ما كتب في سيره وأخلاقه وشمائله وصفاته الكتاب الرائع المسمى بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. فصلاح الدين لقب بصلاح الدين، لكن اسمه الأساسي يوسف بن أيوب رحمه الله، فسماه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، وكاتبه القاضي بهاء الدين ابن شداد. من هو بهاء الدين؟ ذلك المرافق الشخصي الذي لازم صلاح الدين لسنوات طويلة، مع أنه كان قاضيا عالما حافظا قارئا عابدا زاهدا مدرسا لعلوم الدين، لكنه عندما جاء مرة ليزور صلاح الدين ورآه صلاح الدين وعلم صفاته طلب منه مرارا أن يكون مرافقا معه. فيقول القاضي بهاء رحمه الله: فعندما رأيته ونظرت إليه وجلست معه دخل حبه إلى قلبي، وعلمت وحسبته والله حسيبه من أهل الله، فقلت أرضى بمرافقته، فكنت مرافقا له في آخر سنوات حياته، ثم بعد وفاته كتب هذا الكتاب. ومما ذكر فيه، نمر على عجالة سريعة ببعض ما ذكره القاضي فيه لعل تلك الأخبار تنشئ عندنا الهمم والعزائم لنطبق قدر ما نستطيع من هذه الصفات أو نربي عليها الأجيال القادمة. لأن فتح بيت المقدس كما أخبرنا الله وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بإذن الله تعالى من الأمور التامة الأكيدة المؤكدة في آخر الزمان، بل كما ذكرنا في الخطب السابقة أن الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق التي ستكون في آخر الزمان مكانها وأرضها في القدس الشريفة في أكناف المسجد الأقصى.
لذلك لا بد أن نسمع عن هذا مرارا وتكرارا حتى نتربى ونربي على ذلك الأجيال. فيقول رحمه الله في كتابه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية في بداية ما ذكره، قال: كان رحمه الله، وهو يحدث عن صلاح الدين، كان رحمه الله يحب العقيدة. والعقيدة المقصود بها ليس الخوض في الأمور الخلافية، إنما مقصود العقيدة ما عقد في القلب من حسن التوكل والاعتماد على الله. حتى من حبه للعقيدة كتب له القاضي النيسابوري رحمه الله كتيبا جامعا للعقيدة، فصار الإمام يرددها ويحفظها، ويأمر الخطباء بترديدها على المنابر، ويأمر الأئمة والمدرسين أن يحفظوها للأولاد، حتى عرفت فيما بعد ذلك بالعقيدة الصلاحية. وابحثوا عنها واقرؤوها. فكان يأمر أصحاب الكتاتيب أن يدرسوها للصغار، فلا ينبغي للولد أن يتخرج من الكتاب إلا وهو يحفظ متنا في العقيدة، أي أن يلتجئ قلبه ويتوكل في أمره على الله جل جلاله. أما إذا انتقلت إلى أمر العبادات، فذكر القاضي بهاء في كتابه أنه ما رآه مرة صلى في غير جماعة، وكان إذا أصابه مرض أو عذر تأخر فيه عن المسجد دعا الإمام، لأنه القائد، لأنه الخليفة، دعا الإمام فيأتيه إلى بيته فيصلي معه في بيته جماعة، ويقول: لا أصلي منفردا أبدا. اسمعوا أيها الشباب، اسمعوا صفات محرري الأقصى. ما رأيته مرة صلى منفردا، وإن صلى في بيته دعا الإمام ليصلي معه جماعة، وكان يحافظ على السنن والرواتب، فلا يترك سنة قبلية إلا صلاها، ولا سنة بعدية إلا صلاها، وكان لا يصلي خلف أي إمام، بل كان يتخير الأئمة ويمتحنهم، ويقبل بالصلاة خلف الإمام الحافظ الذي يستشعر بالخشوع خلفه، لأنه يعلم حقيقة قدر الصلاة. وكان يعظم أئمة القرآن وحفظة القرآن، ويقدمهم للصلاة خلفهم، وكان يأمر بذلك الجنود، وكان يأمر بذلك قادة الجيش. وكان إذا علم عن أحد منهم أنه تأخر عن الصلاة، أو أخر الصلاة، أو انشغل عن الصلاة لعذر ولو كان للجهاد، يؤدبه ويؤنبه ويقول له: وهل لن تصل إلا بحسن العبادة والصلاة؟ أما عن الصيام فقد شغله الجهاد، وبالجهاد أصيب بكثير من الأمراض، فاضطر إلى كثير من الأيام أن يفطر في رمضان عذرا بسبب السفر أو المرض. فكان عندما يرجع من الجهاد في أيام غير رمضان ينشغل في صيام قضاء الفوائد، فقلما صام من النوافل، لأنه كان ينشغل في قضاء ما فاته من صيام رمضان. أما عن الزكاة والصدقات والكرم والإنفاق فحدث ولا حرج. فيقول: من كان معه من عائلته أنه عندما توفاه الله فتحوا خزانة بيته ليحضروه من ماله، كفله مصاريف الجنازة يحضروها وينفق عليها مما جمع من مال، فلم يجدوا في خزانته إلا 47 درهم، والدرهم فضة والدينار ذهب، مش 47 دينار ذهب، 47 درهما من فضة، يعني لا شيء. فاضطروا أن يأخذوا من بيت مال المسلمين حتى ينفقوا على مصاريف كفنه وجنازته ودفنه. فكان رحمه الله يحب الإنفاق على الجهاد. توجيه الإنفاق: الإنفاق مطلوب، لكن ما كان الإنفاق عبثا. صاحب الهدف نفقاته تكون مصبوبة في هدفه، وضع نصب عينيه
تحرير المسجد الأقصى، وأداة ذلك تكوين جيش المسلمين وتكوين جيل المسلمين. فكان ينفق على الكتاتيب، وكان ينفق على معلمي القرآن، وكان ينفق على الجهاد. فما جاءه أحد من جيوش المسلمين قد عقر فرسه إلا وقد أنفق له مثل ثمن فرسه وزيادة، حتى لا يتأخر أحد عن الجهاد في سبيل الله. فنفقاته وما جمع من مال موجه في هذا الباب، فلم يترك بيتا ولا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا مكانا لأولاده، بل ترك لهم الجهاد في سبيل الله وحب المقدسات، ونعم ما ترك لهم. أما عن الحج فكان في كل عام ينوي الحج، لكنه ينشغل عن الحج بما يسمع من أخبار المسلمين، فيعلم أن البلد الفلاني أو المكان الفلاني يحتاج إلى جهاد وذهاب، وكان يكون على رأس الجيوش، فكان يذهب بنفسه فينشغل بذلك عن الجهاد. وفي العام الذي توفي فيه ورأى أنه قد كبر سنه وضعف عزمه وقوته، فعزم عزما أكيدا أن يحج، وجهز لذلك عدته وعتاده وماله، لكن الله جل جلاله قدر له أن يتوفى في ذلك العام. كان أحب أيها الأحبة في الله للقرآن الكريم، فيقول من كان في خدمته ومرافقته أنه كان يطلب من الذي يحرسه من الجنود أن يقرأ عليه القرآن، فكان يسأل من يحرسه: كم تحفظ من القرآن؟ فإذا كان ممن يحفظ شيئا من القرآن فيقول له: أسمعني وأفعم، تحرسني بدون شيء، أسمعني القرآن. فيسمع منه القرآن، وكان أحيانا هو يقرأ عليه القرآن، فيقرأ على من يحرسه أو من يحرسه يقرأ عليه القرآن. وكان يزور كتاتيب القرآن، وكان يفرح أشد الفرح عندما يرى أطفال القرآن وأبناء القرآن وحفظة القرآن، وكان يكرمهم وكان يعطيهم، وكان يهتم ويوصي بإقامة تلك الدور والمدارس للقرآن الكريم في القرى والمناطق. وأول ما يفتح قرية من القرى أو منطقة من المناطق، أول ما يأمر به إقامة المساجد وإقامة مع المساجد دور القرآن، لأنه يعلم أن المسجد الفارغ الذي ليس فيه دار قرآن والذي ليس فيه من يعلم القرآن هذا مسجد فارغ من الروح، وإن كان فيه بعض المصلين. إنه يعلم أن جيش النصر، إنه يعلم أن جيش الفتح يكون من أولئك الذين تخرجوا من أجيال القرآن. ولعلنا ذكرنا وسمعتم مرارا عن ذلك الجيل الرباني الذي أحيا لنا أخبار التاريخ من جديد، جيل غزة المبارك، أهل القرآن. سمعتم عن كتيبة الحفظة، سمعتم عن أهل الصف الأول، سمعتم عن أهل الأنفاق، سمعتم كيف يقضون أوقاتهم بالقرآن، سمعتم ورأيتم النازحين في الخيم الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا ماء ولا غطاء، بدل التباكي والبكاء على الأخبار فقام أهل القرآن من النساء والرجال ليحفظوا الأبناء والبنات القرآن. وكان يأمر أهل القرآن أن يمشوا بين الصفوف في صفوف المجاهدين، وأن يقرأوا عليهم سورة الأنفال، وأن يقرأوا عليهم سورة التوبة، لأنه يعلم أن القرآن الكريم من أعظم ما يبني النفوس. وكان محبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سمع عن عالم من العلماء له سند عال للنبي صلى الله عليه وسلم إما يدعوه فيأتيه، وإن كان العالم ممن لا يأتي السلاطين يذهب هو بنفسه إليه ويجلس بين يديه على الركب كعامة المسلمين، وإن كان هو القائد العام يجلس على الركب بين يدي العلماء يسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله كثير التوكل على الله وكثير الإنابة إلى الله. يقول القاضي بهاء: كنت معه في يوم الخميس فسمعنا أن الإفرنجة قد حاصروا عكا وقد اقتربوا من بيت المقدس، فبتنا ليلة من أعظم الليالي يتفكر يتشاور يحضر يتجهز يسأل
يشاور قال: حتى أشفقت عليه من كبر سنه وشدة مرضه، فقلت له: هل نمت ساعة؟ فنظر إلي مغضبا وقال: يا بهاء، هل جاءك النوم؟ هل جاءك النوم؟ فقلت: لا، إنما أشفقت عليك. فاستأذنته حتى أذهب لأحضر نفسي للصلاة، فعدت فوجدته على نفس الحالة، فصليت ركعتين وسألت من الله أن يفتح علي بما أخبر به صلاح الدين. فقلت له: يا إمام، قد فتح الله علي بأمره. فقال: قل، ما هو؟ فقلت له: نحن الآن في يوم الجمعة، وهذا يوم مبارك، أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه أن فيه ساعة لا يسأل عبد صالح فيها ربه مسألة إلا استجاب له. فقال له: ماذا تريدني أن أعمل؟ فقال: نخرج قبل الصلاة بوقت طويل، ثم نمر على عائلة فقيرة مسكينة ونعطيها من المال ما شاء الله، ثم ندخل إلى المسجد في يوم الجمعة، ثم تصلي بين الأذان والإقامة، ثم تدعو بما فتح الله عليه، ثم تسأل من الله جل جلاله النصر. فقال: أبشر. فقمنا فبحثنا عن عائلة فقيرة فأعطيناها ما شاء الله من المال، ثم دخلنا إلى المسجد فصلى ركعتين طويلتين، ثم ركع ثم سجد، فاقتربت منه فوجدت عبراته على لحيته وشيبته، ثم يقول مع الدمعات والبكاء: اللهم نفذت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والتمسك بحبلك والاعتماد عليك، فأنت حسبي ونعم الوكيل. يرددها ويبكي وعبراته على لحيته، ثم قام فسلم. فيقول القاضي: بهاء، وذكر ذلك في كتابه، فيقول: والله ما انتهينا من خطبة الجمعة إلا وقد وصلنا البريد أن الإفرنج قد اختلفوا فيما بينهم وحضروا أنفسهم للرحيل عن عكا. كثير التوكل، كثير الإنابة، كثير الاعتماد على الله. إذا ذكر أمامه أو سمع أحدا يذكر كثرة الجيش وكثرة عدد الجيوش يؤنبه ويقول له: هل ننتصر إلا بالاعتماد على الله وبحسن التوكل واللجوء إلى الله جل جلاله؟ فهذا غيض من فيض من أخباره وقليل من كثير. أسأل الله جل جلاله أن يخرج منا ومن بيننا من يتشبه بهذه الصفات ويكون سببا في تحرير بيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول القاضي بهاء: من كثرة ركوبه الخيل والجهاد في سبيل الله خرجت الدماميل من وسطه إلى كل أقدامه، فكان إذا دخل عليه الضيوف في خيمته لا يستطيع أن يجلس على مقعدته، فكان يجلس إما عن يمينه وإما عن يساره، يعني يتكئ على اليمين أو يتكئ على اليسار، ومع ذلك كان يحب ركوب الخيل. فقلت له: يا إمام، هل خففت عن نفسك؟ قال: والله يا بهاء، إذا ركبت الخيل في سبيل الله لا أشعر بأثر الألم. غلب حب الجهاد قلبه، استولى على بدنه، مزج حلاوة الجهاد مع مرارة ألم المرض والدماميل، فغلبت لذة الجهاد ولذة النفر في سبيل الله ألم المرض والدماميل، فكان يشعر بالألم فقط إذا قعد، وكان ينسى الألم إذا تحرك في سبيل الله. كان صبورا على الجهاد، مرض في آخر حياته قبيل معركة حطين مرضا شديدا، حتى ظن من كان حوله أنه يودع ويفارق الحياة، فقيل له: أوصي. فقال: أحلف بالله جل جلاله لئن مد الله تعالى في عمري ساعة
لأنفق ما أعطاني من مال، وأقدم ما أعطاني من قوة وصحة لأقاتل أعداء الله جل جلاله، وأحرر البيت المقدس، وأحرر المسجد الأقصى. لأني سمعت سيد الإفرنجي قاتل قافلة من قوافل المسلمين وقال فيها: أين محمدكم؟ أين من ينصركم؟ أين محمدكم صلى الله عليه وسلم؟ وفعلا مد الله جل جلاله في عمره وأكرمه وأقر عينه في ذلك الزمان بفتح بيت المقدس. فمن وضع نصب عينيه هدفا وأخلص بطلبه وأخذ الأسباب على ذلك واستعان بالله جل جلاله أعطاه الله تعالى ما يريد. مرض في آخر حياته وقبيل وفاته مرضا شديدا، وجمع من خلفه ومن معه ومن بعده من القادة ومن الأبناء ومن الناس، وأوصاهم بأن يحفظوا ذلك المجد المبارك، وأن لا يضيعوا تلك الفتوحات، وأن يعدلوا بين الناس، وأن يبقوا راية الجهاد في سبيل الله مرفوعة، وأن لا تنتكس هذه الراية حتى لا يعود الإفرنج وغيرهم إلى احتلال المسجد الأقصى. ثم توفاه الله جل جلاله ودفن بجانب شيخه وأستاذه ومربيه نور الدين زنكي رحمه الله، ورحم الله صلاح الدين في دمشق المباركة الحبيبة. نسأل الله تعالى أن يفرج عنها وعن كل بلاد المسلمين. أيها الحبة في الله، هذا ما ذكرناه قطرة من بحر أحببت أن أمر عليه لنعلم أن خبر صلاح الدين ليس اسما يمر على الآذان، ولا اسما نتغنى به فقط في المناسبات، إنما سيرة تدرس وحياة تكرس لأبناء الأمة حتى يخرج الله جل جلاله بإذن الله تعالى، وسيكون ذلك أمثال صلاح الدين وغيرهم ممن يكتب الله جل جلاله على أيديهم الفتح. فاقرأ وابحث وتعلم وعلم وانقل ما سمعت لأهلك، لزوجتك، لأبنائك، لأقاربك، حتى نعيد ترتيب الحياة. فما يقدمه إخواننا من دماء وأموال وتضحيات يخجل الواحد منا والله أن يذكرها. بتنا ننام على فراشنا ونحن في حياة، نتغطى ونحن في حياة، نجلس على موائد الطعام نأكل ونخجل، نقول نأكل ولا يأكلون، ننام ولا ينامون، نتدفأ ولا يتدفؤون، نذهب ونروح ونأتي ونخدو ولا يذهبون ولا يأتون، لكنهم مع ذلك صابرون، لأن ثمن النصر وثمن العزة لا بد أن يدفع. فأقل القليل أيها الحبيب أن تعود إلى بيتك وتعيد برمجة حياتك، وخصوصا أيها الحبيب نحن قد دخلنا بالأربعين. شو يعني الأربعين؟ يعني بعد في أقل من 40 يوم لرمضان. والمثل السائد الذي يقول: من عاشر قوما 40 يوما صار منهم أو رحل عنهم، ليس عبثا، لأن فترة الأربعين فترة كافية لتغيير العادات والتقاليد. فمن أراد أن يستفيد من رمضان وأن يبني للأمة خيرا بإذن الله جل جلاله، فأدعوك الآن، من الآن بعد الصلاة، أن تعيد برمجة حياتك، أن تقدم شيئا من وقتك لله جل جلاله ولبيوت الله، حتى إذا دخل علينا رمضان نكون في استعداد لتلقي تلك الأنوار الربانية بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، يا أولا قبل كل شيء، ويا آخرا بعد كل شيء، يا ظاهرا فوق كل شيء، يا باطنا دون كل شيء، يا من ترى كل شيء وتسمع كل شيء ولا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء،
وليس كمثلك شيء، وأنت على كل شيء قدير. اللهم كن مع إخواننا وأهلنا وأحبابنا في غزة الحبيبة، اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. آوي المشردين، أطعم الجائعين، اللهم أنزل الدفء على المبردين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، سدد رمي المجاهدين، صوب رأيهم، اجمع كلمتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. تركهم القريب والبعيد والغريب والصديق، ولم يبق معهم إلا أنت. اللهم كما قال صلاح الدين: عجزت أسبابنا الدنيوية لنصرتهم، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والتمسك بحبلك والاعتماد عليك، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا ربنا، في شهر رجب المبارك وفي شهر شعبان المبارك، اللهم أكرمنا بأخبار النصر يا ذا الجلال والإكرام. أخرج من أصلابنا ومن أبنائنا ومن مساجدنا من يتربى تربية صلاح الدين، ومن ينصر المسجد الأقصى يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واقم الصلاة. الله أكبر.